المكان ده قوي، انا هعيش فيه بقيه السنه ونص اللي جايين. طب انتوا هتعملوا ايه دلوقتي؟ احنا هنصور فيلم. هتصوروا فيلم؟ ايوه. فيلم ايه؟ عماره يعقوبيان. عماره يعقوبيان بتاع الاستاذ علاء الاصواصي. ايوه. نعم نعم. انا معاكم معاكم. حسنا، الان كل ياخذ مكانه، المصور والمخرج واللي هيقول اكشن وكده. تفضلوا يا ساده. يلا عماره يعقوبيان المشهد الاول اكشن. زمان الموضة كانت بتنزل في وكالة البلح قبل باريس. شيكي ليلي فولالا. يا باشا، الحاجات اللي انت عايزها مني دي عيب وحرام، وربنا هيقلبنا قرود بسببك، فابعد عني دلوقتي. انت فاكر ان انا وانت بس اللي كده؟ انت بس اللي كده، ما تجمعش. بل بالعكس بالعكس، هناك الكثير هكذا بداخل مصر وفي خارج مصر ايضا. هكذا ازاي يعني؟ انت عارف، اقول لك على حاجه، هتحس ان انت عايز تعمل حاجات لذيذه قوي قدام. حاجات لذيذه؟ ده انت ربنا هيحرقك. ليه؟ هو انا طالب منك حاجه حرام او عيب لا سمح الله؟ امال انت عايز ايه؟ انا عايز سيجاره. ده انا فهمتك غلط خالص. طيب. شيكي ليلي فولالا. العمارات بقت فسادت من فوق او من تحت كبنهات، احنا في زمن البيبي. شيكي ليلي فولالا. بس معاكم النبي عملني ما فيش تمثيل. انا عايز امثل. مش هتمثل معانا. اشمعنى انتوا بتمثلوا؟ هو كده. انا عايز امثل. لا ده مش تمثيل. انا عايز امثل. انا عايز امثل مع بقيه الزملاء. انت مش هينفع تمثل معاهم. لا انا عايز امثل. لا مش هينفع تمثل معاهم. اشمعنى يعني؟ علشان هم اشهر منك. لا انا اشهر منهم. لا هم اشهر. انا اشهر. هم اشهر. انا اشهر عبالي. انا عايز امثل. عايز تمثل؟ اه. يبقى لازم تتكهرب. لازم اتكهرب؟ لازم تتكهرب. انا بحب الكهرباء. هتقع لو انت الكهرباء بسرعة. انا هتكهرب. انا هتكهرب. وصلي على النبي. يلا يلا يا اخوانا مجانين، عايزين نصور كليب باين. والنبي يا عم السادات فكك من ام الجورنان ده وخليك معانا. معلش يا ارمط، فيه سؤال محير ام. خير. بيقول لك ايه؟ اذكر الفرق ما بين مصباح علاء الدين ومكياج المرأة. الفرق ما بين مصباح علاء الدين ومكياج المرأة؟ آه. مفيش فرق، الاتنين تمسحهم يطلع لك عفريت. انت على دماغي. وبعدين ما تركبناش عفريت، تعال شوف معايا كليب بيت عمك منير. يلا نضرب. يلا يا عم منير. يلا. انا جاهز هعمل كليب دلوقتي. حالا يا موني. اعمل الكليب منير لو سمحت. يا عم ابعد عني بقى يا عم. الله، انت مش عاجبك حد في المكان ده غيري؟ لكن صراحة انت كنت وعدني يا منير. خايف اوعدك موفيش. ليه ما توفيش وليه ما فيش؟ والله انت هتموت موتة وحشة. لماذا؟ والله هتموت زي سليمان الحلبي في الاخر. هتموت على سجارة. مفيش سجاير يعني. يلا يلا عشان هنعمل كليب. تمام الكليب هسقف لك. يلا. سقفت يلا يا لمبي. يلا يلا الكليب. ليه يا دنيا الواحد بنقرب من ناس جربانة؟ يا دنيا الواحد بيهرش من ناس عيانة. ليه دايما نهري لنزق ونجري؟ ليه ناخد بلحة من النخلة ونسيب النخلة جعانة؟ أول ما بنركب بنلم الأجرة لينا. وأول ما بننزل بيدوس لسطالينا. بعد ده كله نعيب على الدنيا وإحنا العيب لينا. يا ياري. تعالى انا بحب الكهرباء. انا بحب الكهرباء. انا بحب الكهرباء. انا
ليه بتعمل فيا كده؟ ما تقولش من النهارده مفيش دكتور، انا الدكتور. امال انا ايه؟ انت الكلب بتاعي. قول هاو 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 هاو. لا هاو واحده، انت هتطول دورك ولا ايه؟ قول هاو 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 هاو. انا اللي همثل لوحدي، محدش هيمثل معايا. حسنا تفضل. ما مالكش دعوه بحسن. حسنا ايه؟ مالكش دعوه، انا همثل لوحدي، همثل كل الادوار. اهرب اهرب اهرب. همثل لوحدي. ايه؟ انا لا اقول اكشن واقول كل الحاجات. اكشن مالكش دعوه. بابا انت ليه يا بابا بتعاملني كده؟ هو انا مش ابنك ولا ايه يا بابا؟ بس يا ولد يا قليل الادب، يا كلب يا ساقط يا ابو ملحق. يا بابا ده هو ملحق واحد بس يا بابا، صحابي جايبين ثلاث ملاحق واربع ملاحق. بس يا ولا يا قليل الادب، رد على ابوك عدل يا ولا. والنبي يا ماما مالكيش دعوه انت يا ماما. ايه ده يا كلب، بتقول لي لامك مالكيش دعوه؟ يا بابا ده الكلام ده بيني وبين ماما، وماما ما بتزعلش، مش كده يا ماما؟ ماما ماما رد عليا يا ماما، رد عليا يا ماما. بابا ماما ماتت يا بابا. بابا بابا رد عليا يا بابا، رد عليا يا بابا. بابا وماما الاثنين ماتوا، انا لازم اروح لعمتي واقول لها على اللي حصل ده. تاكس وديني لعمتي بسرعه يا اسطى. شكرا يا اسطى، شكرا يا اسطى. كامل حساب يا اسطى، يا اسطى يا اسطى رد عليا يا اسطى، رد عليا يا اسطى. ده ايه الفيلم اللي كله موت ده؟ هطلع لعمتي اقول لها بقى. يا عمتي فوق قوي. عمتي ازيك يا عمتي؟ بابا وماما وسواق التاكسي الثلاثه ماتوا يا عمتي. عمتي عمتي رد عليا يا عمتي، رد عليا يا عمتي. انا لازم اروح ابلغ البوليس، لازم ابلغ البوليس. بس هركب ايه؟ هركب ايه؟ سواق التاكسي مات، اعمل ايه؟ اركب الحصان ده. يلا يلا يا حصان، يا حصان يا حصان رد عليا يا حصان. يا انا خلصت المشهد، يا ترى ايه راي الجمهور؟ يا جمهور يا جمهور رد عليا يا جمهور. واحد مسكين اسمه رجب، روح بالليل لقى مراته بتخونه، قال لها ايه ده بتخونيني؟ قالت له ايه ده خضتني؟ قال لها كل ما تخونيني هاخد. يا ايه اخرج زماره ولا ايه؟ ادخل يا مجنون. ايه ده؟ في مجنون جديد. ادخل يا مجنون. انا مش مجنون، مش مجنون، انا مش مجنون. وده عنده ايه ده؟ ايه ده؟ انت مالك؟ انت مالك؟ مش انا الدكتور؟ لا انا الدكتور. انت ايه؟ انا الكلب. ها قول ايه؟ هاو 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 هاو. ايه ده؟ ماله؟ عنده ايه؟ عنده الفاسكونيا دي. شيكافوريا. ايوه ده انا بتاع الشيكافوريا. تعالى لي تعالى لي. مالك؟ ايه ده شريف منير في الجبنه؟ ما عرفتش تبيع برضه ولا ايه؟ مين؟ انا وليد ابنك يا بابا. وليد؟ وليد ابني؟ ايوه يا بابا. انت ايه اللي جابك هنا؟ جاي لك عشان تسامحني يا بابا. هو انا موت اخواتك؟ لا يا بابا ما قتلتهمش. يعني انا ما قتلتش اخواتك؟ لا احنا اللي عملنا فيك كده، وخدت عقاب يا بابا، حطوا لي هم كمان حبوب الشيكافوريا، بقى يجي لي هلاوس وهواجس.
يعني انا ما قتلتش اخواتك؟ لا بابا. وهم عايشين؟ ايوه. وانتوا كنتوا عايزين تجننوني ودخلتوني المستشفى دي؟ سامحني يا بابا. اسامحك؟ اسامحك ليه؟ انت عملت ايه؟ الهنا دول مش مجانين، المجانين هم اللي بره، وحبوا يحافظوا علينا فدخلونا جوه هنا عشان ما نتلوث بالمجانين اللي بره، اللي بره هم اللي بيحدفوا المولوتوف وهم اللي بيقطعوا الطرق وهم اللي بيولعوا في العربيات وهم اللي مبوظين الجامعه. وكل ده عشان كرسي، لكن اللي هنا هم اللي عاقلين، وانت يا وليد مالكش مكان في وسطينا، اتفضل اتفضل من غير ما ترد. وليد مين يا عم؟ مين يا عم؟